تحت رعاية الدكتور وليد بن خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات، نظمت وحدة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي يوما توعويا بمناسبة يوم السمنة العالمي، والذي جاء تحت شعار معا نتغير، حيث اشتمل برنامج الاحتفالية على مجموعة من الأنشطة الترفيهية والصحية. من أجل أن يتمتع الإنسان بالصحة الكاملة، فهنا الضرورة حتمية أن يقي الإنسان نفسه من أي مسببات تهدد صحته، وخاصة تلك الأمراض التي تنشط نتيجة ارتفاع الوزن والسمنة التي يكون الإنسان في غنى عنها. فعالية يوم السمنة العالمي جاءت لتميط اللثام عما يحمله الموضوع من جزيئات تتطلب توافر عنصر الإيضاح حول ماهية مرض السمنة وخطورته على جميع الفئات العمرية، الذي يرجع إلى التغيرات التي حدثت في أنماط الحياة. مثل هذه الفعاليات اليوم احنا نشوفها، واللي جدا أنا سعيد بوجودها ومشاركة الناس فيها، تعطينا الشغلة الرئيسية جدا بالنسبة للوقاية، وعي الناس بالمشكلة، وعي الناس بالحلول الموجودة، بآراء المختصين فيها بتجمعهم الآن. نشوف ناس من التمريض، نشوف ناس من التغذية، نشوف ناس من العلاج الطبيعي، نشوف ناس من المجتمع موجودين. التجارب الناجحة بالنسبة حق الناس اللي كان عندهم مرض السمنة وتغلبوا عليه، هذه بحد ذاته وازع كبير بالنسبة للتغيير. إن هذه المبادرات تعقد بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، وتتضمن زيارة الوعي الصحي بمرض السمنة، وعن أهمية اتباع النظام الغذائي المتوازن والنشاط الرياضي، بالإضافة إلى استقبال استشارات الزوار وتساؤلاتهم، مع تقديم استبيان صحي لمنتسبي يوم السمنة العالمي، إلى جانب تقديم نشاطات تفاعلية وترفيهية تتناسب مع إدراك الطفل. أنا طبيبة أطفال، فهني أقدم خدمة للأطفال اللي عندهم سمنة. في البداية أسألهم بعض الأسئلة عشان أتأكد إن السمنة اللي عندهم هل هي نتيجة لسبب عضوي، مثلا عندهم خلل في الهرمونات، أو مثلا عندهم جينات خلل جيني. ففي بعض الأسئلة ممكن تعطينا جايد إن هل هو سيمبل أوبيسيتي، يعني سمنة بسيطة لها علاقة بالأكل والحركة، أم سمنة مرضية. في حالة لو كانت سمنة مرضية ممكن نسألهم أن يروحون المستشفى ونسوي لهم تحاليل زيادة عشان نطمن. في حال لو تأكدت أنها مجرد سمنة لها علاقة بالأكل وقلة النشاط الحركي، نرسلهم حق إخصائية التغذية، ممكن تعطيهم أدفايسز ونصائح عن التغذية. هدفنا إحنا أو دورنا إحنا كجراحين في التغلب على السمنة هو التدخل جراحيا. طبعا التدخل جراحيا هو آخر طريقة. طبعا هناك تغيير نمط الحياة اللي هو ممكن الاستعانة بأخصائي التغذية. طبعا بعد الفشل، بعد فشل، بعد تغيير نمط الحياة والفشل، آخر شيء ممكن احنا نتدخل جراحيا. وضمن التوافد الغفير من الحضور حول هذه المنصة التي جمعت اختصاصيي التغذية وأطباء جراحة التكميم والغدد الصماء، قاموا بشرح تأثير السمنة وعوارضها على الحضور، حيث تم توضيح الأغذية الصحية وغير الصحية وشرح حساب السعرات الحرارية وعرض الأغذية المناسبة لمرضى عمليات التكميم. تحت شعار معا نتغير تنطلق فعالية يوم السمنة العالمي، الذي يهدف إلى محاربة السمنة بأنواعها من خلال توعية أولياء الأمور من حيث اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.